عجائب الشتاء في أرمينيا. المناظر الطبيعية الأرمنية المغطاة بالثلوج. اليوم نكتشف معا مع أرارات السياحة كيف يبدو شتاء أرمينيا. الأشجار والأبنية مزينة بالثلوج. والأرض تتألق بضوء الشمس. قرية صغيرة في الأفق وأناس يتجولون، نساء يحملون الخبز ويتوجهون إلى منازلهم الصغيرة. نساء يخبزون الخبز. يحتسون الشاي الحار ويتحاورون، ومن جانب آخر النساء يهيئون مائدة الطعام. سلسلة من الجبال البعيدة المدهشة مغطاة بالثلوج بالكامل. مجاميع من المتزلجين تشاهدهم يتزلجون على المنحدرات، وأناس آخرين يستمتعون بمشاهدة المتزلجين. رحلات سفاري ممتعة وخيالية في الثلوج. بحيرات متجمدة ومجموعة من الشباب المتزلجين فوقها. تشاهد الأطفال يلعبون ويمرحون في الثلوج، بينما الكبار يتحاورون ويحتسون المشروبات الساخنة. الشوارع مزينة ومزخرفة بأضواء جميلة ملونة، إضافة إلى أجواء الشتاء الاحتفالية. آثار تاريخية مغطاة بالثلوج. مطاعم مريحة حيث يستمتع الزبائن بالوجبات الساخنة والمشروبات. الجو المريح والترحاب ممزوجة مع أصوات الضحكات والثرثرة. كنيسة أرمنية حيث أناس يحتشدون في الخارج معجبين بالبناء المكسو بالثلوج، وأصوات النواقيس التي تدق تزيد من جمال الطبيعة.